من الفلكلور الفلسطيني إلى الفلكلور المصري، نقلتنا الفنانة الإسكندرانية دنيا مسعود بين محافظات الصعيد والبادية والحواري المصرية، وأبحرت بنا بصوتها بعيداً على طول نهر النيل العظيم. أنا بحب الأغاني دي عشان أنا ممثلة، والأغاني دي عبارة عن قصص ومشاهد. ناس كتير غنوا الفولكلور وبيحبوه، لأن الفولكلور مادة ثرية جداً وبتسمح لك تعملي منها حاجات كتير. وبالنسبة لي أنا الفولكلور كان المادة بتاعت الممثلة، أنا بطلع الحواديت وبمثلها. وبعدين الناس يقولي لا ده أنت بتغني، فأنا سقت فيها، بس هو أنا بمثل الأغاني أكشلي يعني. بتناديني تاني ليه؟ واحدة من الأغاني التي بمجرد سماعها، هذه الكلمات عرفناها من خلال دنيا التي أتقنت نقل كل صورة فيها وطبعتها في أذهاننا بخفة وعفوية. بتناديني كانت واحدة من أغاني الغجر، وأنا سمعتها من حد اسمه الرئيس همام، ويمكن جزء كبير من الطريقة اللي أنا بأدي بيها الأغنية أنا مستوحية منه، لأن أنا أول مرة شفت الرجل ده رجل عجوز جدا من أهم رواة السيرة يعني، وشه منحوت جدا، وبس لما كان يمسك الربابة وهو ما كانش معاه حد، هو بس هو والربابة، وهو بيستلم واحد من الجمهور ويبص في عينه يبتدي يكلمه وبتناديني تاني ليه، وكده بتبدأ القصة. فهو بالظبط هو جسد اللي في دماغي ازاي البني ادم يبقى بيقدم الاغنيه الفولكلور، هو بيمثلها، هو بيشخص الموضوع. يا دنيا لازم اوضع بالي وبالك حد، قالت انا الغرور اللي ما دمتش فيه. خفه الظل وحس الفكاهه لدى المصريين صفات كان لدنيا منها نصيب الاسد، ليشعر الجمهور بقربها منه. هذا ما انعكس جليا على تفاعل الجمهور مع أغنياتها التي ترحل بين البلاد والزمن. صوتها كثير مميز يعني، كمان بتعطي طابع للأغاني حتى لو أنا بنعرفها من مغنيين ثانيين. في بصوتها نوع من الأوبرا اللي بتلمسيه كمان يعني، في دفء وفي اوبرا. انا كثير انبسطت بالعرض وبالاغاني وبالكلمات، جدا جميل جدا رائع، والجو كان كثير حلو جدا جميل يعني، ما ندمتش ولا لحظه اني جيت. بتعمل اجواء حلوه، وكمان هي قديش جريتفول هيك لجنتها على رام الله ولفلسطين، فالشيء جدا جميل يعني، هيك بيرفع الراس يعني. بسمع لها كثير وحافظه اغلب اغانيها، بيعجبني صوتها، بيعجبني تواضعها، بيعجبني حركاتها، والليله هي اصلا كانت مبدعه جدا جدا جدا. دنيا مسعود بتجنن، اكلت المسرح، طيرت الجمهور، مش بس بصوتها وهي عن جد فنانه. صراره بتسند حجر، عنوان مهرجان فلسطين الدولي الذي يحمل في طياته رمزيه تشير الى اثر الوحده والرابطه بين فلسطين والدول الشقيقه وبين الفلسطينيين انفسهم في ظل ما نعانيه من تصدع وانقسام. كل ليالي المهرجان منذ الافتتاح لليوم للختام في رام الله، محافظة رام الله، تحقق نجاح كبير يعني. احنا حتى يعني كان الجمهور كان اعتذرنا لبعض الجماهير انه ما قدرنا نستوعب، لانه للاسف استيعاب القاعة لا يتسع للكل اللي كان بده يحضر، فيعني كان فوق توقعاتنا الحقيقة. أسدل الستار على مهرجان فلسطين الدولي في يومه الخامس برام الله، ليكون هذا الصوت الأصيل هو مسك الختام. نحال حمام.